من أهم الجهات بالمناسبة اللي فيها شغل تراث وحرف، وفي مركز حرف في الفسطاط، صندوق التنمية الثقافية. وده كان عمل كمان اتفاقية مع مركز الأمير تشارلز، وتم تبادل خبرات وتطوير، وهو حاجة ممتازة جدا. بمناسبة الصندوق، لو خلتنا مع الصندوق، تعالى نشوف القرار الجمهوري الذي تم به إنشاء الصندوق. ما هو أول بند في تمويل الصندوق؟ أول بند في تمويل الصندوق 10% من دخل الآثار، بعد أن انفصلت وزارة الآثار عن وزارة الثقافة. وعلى الرغم من هذا القرار الجمهوري لم يلغى، لم يتم تسديد أي مبلغ من 10% دول. عشان ما ارجعش للنقطة دي لأنها تهمني، لأنها ليها علاقة بالعدالة الثقافية. الفلوس دي كان بتعمل بها إيه؟ حضرتك في أي محافظة، يا إما مواطن يا إما محافظ، بيتبرع بقطعة أرض، يتبرع بيها لمين؟ لصندوق التنمية الثقافية. صندوق التنمية الثقافية بيبنيها ويأسسها ويعمل بيت ثقافة بقاعة متعددة الأغراض، ويعمل إيه؟ ويهديها للهيئة العامة لقصور الثقافة حتى تديرها. نتيجة كده إيه؟ وأنا موجود والناس اللي قبلي موجودين، يعني في الفترة دي اللي هي فترة ما قبل هذا، إن كنا كل سنة بندخل من 7 ل 10 بيوت ثقافة جديدة الخدمة في محافظاتنا. وأذكر إن كان من آخرهم بيت ثقافة نصر النوبة اللي افتتحته في أسوان مع المحافظ اللي هو مصطفى السيد. ومش عايز أقول لك إن البلد كلها طلعت فوق البيوت زرغت، مع إن الطرق ما تمشيش فيها العربية ودخلنا على رجلينا. يعني قصدي كنت فعلا قادر من خلال هذا على إن أنت تنشئ بيوت ثقافة، وأنك تمد الشرايين الثقافية إلى المناطق النائية في جمهورية مصر العربية. ده دلوقتي مش موجود. طيب نرجع بقى للحاجة التانية اللي حضرتك بتتكلم عليها، اللي هي فكرة التراث. عمليا احنا بقى عندنا اسمتين، بقى عندنا وزارة الآثار، وعملها يتعلق في المقام الأول بالتراث المادي، وبقى عندنا وزارة الثقافة وعملها بيتعلق في المقام الأول بالتراث غير المادي، وفيها جهة لتسجيله في اليونسكو مع الحرف التراثية. دي تبع هنا مش تبع هنا. هل الأمر يحتاج إلى شيء جامع؟ يحتاج، أو على الأقل في وزارة الثقافة ما يبقاش عندي حتة في قصور الثقافة وعندي حتة في الصندوق، وبرضو ممكن نخليهم. بس الحقيقة هو من فترة كان بيتم أو تم تشكيل، مش عارف، مش فاكر الاسم، هيئة أو مش هيئة أو إطار أو حاجة كده، كان موجود من أيام الدكتور إناس عبد الدايم، للصناعات الثقافية. أوكي، كان داخل بقى فيها السينما، وداخل فيها الحرف التراثية، وداخل فيها ده. أعتقد إن إحنا يعني في أمس الحاجة إلى إن يبقى عندنا كيان يعيد النظر إلى المنتج الثقافي بوصفه سلعة ثقافية. يا جماعة، ما احنا لازم نؤمن بحاجة، ان الثقافة سلعة، ودي مش شتيمة، يعني دي مش شتيمة اطلاقا. يعني حتى الكتاب، انا عايز حضرتك تتخيل ان في كتاب لطه حسين لم ينشر من قبل، ما فيش بقى بعد كده، ونزل بغلاف سيء جدا وباسمه مش مقروء. انا وهو على الفرشة عند بائع الجرائد او في معرض الكتاب، عيني مش هتروح له عشان اعرف ده بتاع مين وبيتكلم عن ايه، وافكر اشتريه ولا لا. يعني انت واخد، فهو في الاخر في سلعه ثقافيه، ولا قواعد في التسويق، من اول انك تعمل له غلاف كويس، تعمل له سعر مناسب، ينزل في اماكن مناسبه، فلا بد. وعشان كده يا جماعه بصوا، اقول لكم تاني، ارجع تاني شويه ورا. طيب معلش، كلام بيجيب بعض. قصور الثقافه كانت مزدهره جدا 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 لما عملها الدكتور ساره عكاشة. اوكي، بس ناخد بالنا من حاجات مهمه يا جماعه. دكتور ثروت عكاشة لما عملها، كنا في وقت وزاره الثقافه والارشاد القومي، كنا في عصر الثقافه الموجهه، وانت ما عندكش لا انترنت ولا عندك فضائيات ولا عندك حاجه، فتستطيع ان انت تعمل ثقافه موجهه، حقك لازم تعمله. النهارده انا
لما بشتغل في أصول الثقافة بنفس السياسات التي كانت تطبق في عهد ثروة عكاشة، لا ما ينفعش، ما ينفعش. لأن النهاردة ما ينفعش أتكلم عن الثقافة الموجهة للإرشاد القومي في عصر السماوات المفتوحة. النهاردة أنا لازم أعترف بأن أنا طرف في منافسة مش بمزاجي. أنا ابني الصغير عنده الراديو بتاعه والتلفزيون بتاعه والمكتبة بتاعته في إيده، يعني أنت كمان ممكن ما تعرفهاش، يعني واخد بال حضرتك. فأنا لابد أن أقبل المنافسة، وعشان كده لابد من تغيير الجزء اللي بنتكلم عليه، من تغيير السياسات الثقافية، ولابد من الاعتراف بأشياء. يعني إذا قلنا أن تغير العصر أثبت أن السياسات الثقافية القديمة اللي عظيمة جدا في وقتها أصبحت لا تصلح الآن، ولابد من البحث عن سياسات ثقافية جديدة، ده مش عيب. طيب لو قلت أن ده أدى إلى فجوة ما بين متلقي الخدمة المنشود المواطن اللي أنا بستهدفه وإنه يجي على الخدمة في أصول الثقافة، ده توصيف مش عيب، أدور له على حال. طب أنت فقدت الثقة فيا؟ ماشي، أعمل إيه بقى؟ أنا أروح لك لحد لما ترجع الثقة، فأنت حجيل، أروح لك المدرسة، أروح لك الجامعة، أروح لك الميدان الشارع، أروح لك بيت الشباب، أفتح لك. يعني أفتح لك، أقول لحضرتك حاجة، مفيش قصر ثقافة في مصر عنده ميزانية تشغله كل الأيام. ده من زمان ودي حاجة معروفة. طيب بس أنا ما أقفلش. طب ما أنا أشوف مؤسسات المجتمع المدني والشباب والجامعة اللي بيشتغلوا في مجال الثقافة والفن على أجندتي، يعني ما يعملوش حاجة مختلفة معايا، أنا هشوف إيه اللي داخل وخليه يشغل المسرح الأربع أيام اللي أنا بقفله فيهم دول. على الاقل انا هكسبه كمبدع، وهكسبه كجمهور بعد كده بيجي المكان هو واهله ويعرفوا اللي فيه. فقصدي ده في فكره طرح السياسات البديله. انما لو تحديدا عايز نرجع للنقطه اللي حضرتك قلتها، يعني بص، الصناعات التراثيه بشكل عام لابد ان ينظر ليها نظره مختلفه، وهي يمكن ان تتحول زي ما قلت الى مصدر دخل لا يفي باحتياجات وزارة الثقافة فقط، ولكنه يصبح مصدر دخل في ميزانية البلد نفسها.